الدور ديال اسمهان، واحد الفتاه لبنانيه اللي هربت من الحرب ديال لبنان وجات المغرب كتقلب على السلام، حيت عائلتها كلهم ماتوا في الحرب، وغدوز بزاف تجارب، غتجي كبنت لاجئه وغتمتهن الرقص هنايا. انا كنت عايشه في كنت شاركت برنامج نجمه العرب، دسته نجمه العرب، كانت فيه الفنانه نبيل عبيد وإناس زغيدي ديال التمثيل نيت، وكنا في لبنان وبقيت في لبنان واحد العامين. ديكو كانوا عندي اصحاب كثير لبنانيين، يعني عندي اللهجه اللبنانيه. الصراحه الدور عجبني بزاف. انا نهار فاش عيطوا لي ندوز الكاستينغ كانوا باغيين بنت كتهضر باللبنانيه والفي دي لا دانس وكتمثل، قلت مع راسي يمكن هاد الدور مكتب ليا باسكو جا بحال مركب عليا. ماشي جاتني صعيبه، هو انا كان عندي في اسمهان البكا بزاف وكنت كنبكي، مي تيلمون بكيت بزاف كنت ديبريميت. واحد الايام كنت ديبريميت باسكو اشاك فوا تقريبا كان عندي البكا بزاف، مي وكنت فرحانه وانا كنجسد هذاك الدور. بالعكس انا فرحانه، لا 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 غير صافي كنت فكر انني كنصور في الحلم ديالي، صافي كنسى كلشي. بيان سور انا كنعتبره ان شاء الله كنعتبره بدايه الانطلاقه ديالي، بما انني عندي فيه لو برومي رول ان شاء الله ينال اعجاب الناس ونكون خفيفه على قلب الناس. كواليس فيلم صورنا في ايام عادي وصورنا في رمضان، كان كواليس الفيلم زوينه بزاف، ما حسيناش كاع بالستريس. المخرج محمد جنان اللي تي تري جونتي افيك نو، ما كانش كيحس بينا انه مخرج ولا علينا الضغط. الا درت شي غلط كيجي يقولوا لي بواحد الطريقه دغيا كتساليسه، دغيا كتعرفي شنو كديري كتعاودي مره اخرى اي سي بون. دور شخصيه جديده اول مره كنلعبها، درت واحد التحدي وجسبغ التحدي يكون ناجح. ما نقدرش نعطيك التفاصيل حيت هذيك التفاصيل غادي نحرق الفيلم، ولكن غتشوفوا صباح اللي يمكن اول مره كتلعب هذا الدور لا بالكاركتير لا بكل شيء، غتشوفوا صباح جديده. نيانتي خلاو طالي نيانتي لا علاقه. الشخصيه ديال الفيلم بعيده كل البعد على الشخصيه ديال صباح. واعره، اصدقاء مع بعضياتنا، تعاوننا مع بعضياتنا، كاينين الناس اللي هما جادين اول مره كيمثلوا، ولكن ما حسيناش بهذاك البدايه ديالهم، لان تبارك الله بروفيسيونيل لعبوا زوين، كانوا مكونسونطرين على البيرسوناج ديالهم، وبالهم انتم غتشوفوا النتيجه. دوري في فيلم اسمهان سيده اعمال عندها ملهى ليلي اللي هي كانت من قبل كتشتغل فيه، ولكن من بعد ولات كتديرو اداره، كاين احداث بزاف مشوقه اللي غادا توقع في الفيلم، فهي غادا تضطر انها تشغل عندها اسمهان اللي هي العنوان ديال الفيلم. ما بغيتش نحرق لكم الاحداث جد مشوقه، فيه بزاف ديال الدراما والاكشن، كنتمنى ان شاء الله انه ينال اعجابكم. العلاقه ديالي بالبسطاوي في الفيلم هو زبون عندي، كيجي عندي الملهى الليلي يوميا تقريبا، ومن بعد كيتعرف على واحد الانسانه اللي غادا تشتغل عندي، فمن تما كتبدا الاحداث ديال الفيلم. بالعكس نهائيا عمل جد موفق الحمد لله، كان من جميع النواحي. كمال المنتج ديال الفيلم كان في منتهى الرقي ومنتهى يعني الاخلاق في التعامل ديالو مع الفنانين، ما عرفتش يمكن هي اول تجربه ليه، ولكن انا كنقول له موفق وان شاء الله ما غتكونش اخر تجربه، لان كان كيشتغل معنا في واحد الجو عائلي، فان شاء الله كنتمنى له التوفيق في الاعمال الجايه. الدور ديالي هو رئيس العصابه اللي كيتسال كل شيء، اللي كيقتل كل شيء، اللي معذب كل شيء. انا هو يعني الدور الثانوي مورا اسامه بسطاوي اللي كانت حارب معاه على ديك البنت اسمهان، وكاين بزاف باش نحرق بالمراحل. مي بون الدور ديالي كان هو شخصيه مزدوجه ديال انسان قبيح، ولكن او ميم طون فيه الكوميك وفيه الضحك، ماشي فيه غير داك الكوتي اوبسكور، فيه حتى ديك الكوتي اللي كتكون مريحه اكسترا. فوالا هذا هو الشخصيه المعقده اللي درت في الفيلم. لا علاقه نهائيا، اغلبيه حيت كما كيعرفوا الناس شحط مال القبيح انا عندي القباحه في الرينج، يعني كبطل في كيك بوكسينغ، اما في الحقيقه ديالي انسان مسالم تقريبا، عمري ما دارت مع شي واحد، ويعني مبينه عليا بزاف ديك الشخصيه. غير هو لا فيزيونومي والصحه ديالي هي اللي كتحكم عليا باش ديما كيعطوني هاد الادوار ديال القتال. فيه الاكشن وفيه لقطات يعني اللي صعيبه باش يقدمها شي واحد، شي انسان عادي خاصو يكون عنده بحال هاد الفيزيونومي بحال هاد الفورما،
وحاولنا نديفلوبيوها ابار داكشي حاولنا نديفلوبيوها في سميتو في الشخصيه في الصوت خدمته بزاف. الاضافه هو انني دخلت العالم ديال السينما. ثاني حاجه اول مره غادي نمثل بطوله مشتركه مع فنان كبير بحال اسامه بسطاوي. مولف اغلبيه الافلام درت ادوار ثانويه ولا درت افلام ولا درت غير شي لقطات يعني غير خفاف شي مسلسلات. هذا دخلت فيه ثقيل. كنسلم عليه بزاف خويا الكبير وكيصافي بليزير ان التصويره ديالي انا وياه في لافيش من غراما. وتا هو بحالي اول مره غادي يبان في اول مره غادي اول ظهور ليه في السينما.